وصلنا للدور 8. المرحلة دي مرحلة خروج مغلوب. ماتش النهاردة لازم حد يكسب، لازم يبقى في ضغط من قدام، عايزين يبقى في سلاسة في الباص بتاعنا، مش عايز بقى حد يمسك الكرة كتير. هنا محدش يمسك الكرة خالص. هنشتغل عشان نوصل هنا، عشان نوصل عيد ناحية اليمين، وعشان نوصل زياد ناحية الشمال. تلت الأخراني هنا يبقى على طول واحد ضد واحد عدي. واحنا بنهاجم رجالة نبقى في ظهر بعض طول الوقت. حارس المرمى تتكلم كتير، تتكلم مع ايه؟ ديفنس، انت اللي شايف اكتر. محتاجين النهارده رجوله، محتاجين قلب، محتاجين روح، محتاجين تركيز. كل كوره وكل تفصيله صغيره في الملعب لازم نبقى مركزين فيها بنسبه 100%. هنكسب يا رجاله؟ هنكسب. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا كابتن. شدوا حيلكم النهارده، ان شاء الله ربنا يوفقكم. النهارده هتوصلوا قبل النهايه باذن الله. لا رايحه يا كابيتانو. لا بيت عامل ايه هنا؟ انت اللي بتعملي ايه هنا؟ سبت الاهلي وجيت في كابيتانو. لا ما ينفعش زي الاهلي. بابا عارف ولا لا؟ بابا عارف. بابا بيغنوك ولا لا؟ لا لا خالص خالص. خالص؟ لا خالص. ايه ده ايه ده في ايه ده؟ انا جول كيبر كبير. كبير كمان. طب يلا ما توريني كده. يلا وريني. يلا حركتي دي. جون. ماشي. واحدة كمان. ممكن. 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 يلا تعال. يلا بينا. لا يعني. من هنا. ماشي. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. جول.